بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن مما من الله عز وجل علينا به معشر المسلمين أن أرسل الله عز وجل إلينا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فجعل في هديه صلى الله عليه وسلم وفي نهجه وفي منهجه ما تتيسر لنا به المعيشة الطيبة في هذه الحياة وما تتيسر لنا به التعايش والتعامل المبارك وما نعيش به عيشة مباركة على حد ما قال الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فكل ما تمكن الإنسان من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه فإنه يدخل في معنى الحياة الطيبة التي يعيشها الإنسان وإنما يحصل عند الإنسان الكدر والحزن والأسى عندما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعندما ينقطع عن هذا الذي أرسله الله عز وجل إلينا لشرح صدورنا ولأن ييسر الله عز وجل به أمورنا ومن ضمن ما يمكن أن نستفيده في هذه اللحيظات اللطيفة ما جاء في الحديث الحسن عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مسجده المبارك الشريف فوجد الناس على فرقتين فرقة تتعلم الحلال والحرام وفرقة تذكر الله عز وجل وتدعوه فقال صلى الله عليه وسلم هؤلاء يتعلمون الحلال والحرام وهؤلاء يدعون الله عز وجل يذكرون الله عز وجل ويدعونه إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وإنما بعثت معلما فجلس صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة التي كانت تتعلم الحلال والحرام وهذا يبين لنا أمرين مهمين في هذا الجانب وهو الجانب الأول أنه ينبغي للمسلم أن يكون دائما الاستزادة والاستفادة في أوقات في جميع أوقاته من العلم لأن الله عز وجل ما طلب من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الازدياد أو طلب الزيادة في شيء ما طلبه في العلم فقال ربنا تبارك وتعالى وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما فالاستزادة من العلم وصف المسلم وصفة المسلم والترقي في مراتب المعرفة بوسائلها الصحيحة الشرعية هي من مهمات المسلم في هذه الحياة ولذلك جاء في الأثر إن يوما تغرب علي شمسه لم أستزد فيه علما فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم فينبغي للمسلم أن يكون دائما الاستفادة والاستزادة من العلم وذلك لأن العلم يؤدي بالإنسان إلى عبادة الله عز وجل على بصيرة فيعرف الحرام فيجتنبه ويعرف الحلال فيأخذه ويعرف الواجب فيأخذه ويقوم به وهذا يثمر ماذا؟ يثمر أنه يتحقق بتقوى الله تبارك وتعالى وتقوى الله تبارك وتعالى هي الصفة التي وعد الله عز وجل عليها الخيرات الكثيرة والكبيرة في كتابه عز وجل كما قال عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين وقال تبارك وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إلى آخر ما قص الله عز وجل عن التقوى فجانب العلم هو وسيلة للبلوغ إلى هذه المرتبة العظيمة التي تؤدي بالإنسان إلى الفوز الأكبر والهدف الأعظم وهو الوصول إلى مرضات الله عز وجل والحلول في جنة الله هذا المعنى الأول أما المعنى الثاني الذي نستفيده من الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل التنوع في المدركات وفي الوسائل وفي الاختلافات فهناك حلقة علم وهناك حلقة ذكر ما ضاق النبي صلى الله عليه وسلم صدره ولا تحجر في رأيه لأنه هو مقتنع كان بحلقة العلم لكنه ترك الآخرين وهذا يعلمنا به صلى الله عليه وسلم أننا يجب علينا أن نقبل التنوع الوارد فمدارك الأئمة ومفاهيم الأئمة تختلف في كتاب الله عز وجل فهذا مذهب فلان وهذا مذهب فلان وهذا مذهب فلان وهذه طريقة فلان وهذه طريقة فلان وهذا رأي فلان وهذا رأي فلان فما دام أن هذا الأمر في دائرة أهل السنة والجماعة وفي دائرة جمهور المسلمين فينبغي ألا نضيق ذرعا بهذا الخلاف
لماذا؟ لأن الخلاف هو من نوع التنوع في المدارك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا الخلاف، فشيء قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تضيق صدورنا نحن عنه؟ كان ينبغي لنا أن نقبل. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل التنوع في الاختلاف في كتاب الله الذي هو أعظم ما أنزل علينا على ظهر الأرض، كلام الله عز وجل، قبل التنوع فيه وقال لنا فيه إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. فإذا كان يقبل التنوع في القرآن، هذه قراءة أبي عمرو، وهذه قراءة عاصم، وهذه رواية حفص، وهذه رواية قالون، وهذه رواية ورش، وهذه قراءة حمزة، وهذه قراءة الكسائي، فقبل التنوع شرعنا الشريف وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل التنوع في القرآن، فكيف لا نقبل التنوع في مدارك الأئمة غير المعصومة؟ القرآن المعصوم قبل التنوع، فكيف لا نقبل التنوع في مدارك الأئمة المعصومة ونجعل هذا الأمر يضيق علينا صدورنا أي صدورنا، ويسيء لنا في معاملاتنا، ويلمز بعضنا بعضا، ويتكلم بعضنا بعضا، وأمور متيقن فيها الإنسان أن الله لن يعاتبه عليها يتحجر فيها فيوقع ما يتيقن أن الله سيحاسبه عليه، توقعه في السب وفي الشتم وفي اللمز للغير، في استحقار الغير، وفي الغرور، بل وفي الغيبة، بل وفي الاعتداء والإيذاء على الغير، أمور مجمع على أن الله سيحاسب عليها. لماذا نقع فيها؟ من ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب اختلافات لن يحاسبنا الله عز وجل عليها؟ عجيب من هذا الإنسان، كيف يتبع هواه ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الاتباع للهوى في هذه الجزئية يوقع الإنسان في الضيق وفي الحرج، بل ويوقع الإنسان في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويكون سبباً في أن ينظر غير المسلم إلى المسلمين نظرة ارتباك وتحير، ويكون هذا من الحواجز ومن العوائق التي تجعله يدخل الإسلام ويقتنع بالإسلام. فكثير منهم مقتنعون بالإسلام ولكن المسلمين حواجز بينهم وبين المسلمين، ومن أقوى الأسباب التي تقيم تلك الحواجز عند المسلمين هو عدم فقه المسلمين لقضية الاختلاف والتنوع الذي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله، لكن بشرط أن يكون تحت دائرة أهل السنة والجماعة حتى لا تضيع به الهوية المسلمة عند المسلمين، لأن هناك نوعيات من الاختلافات تضيع به الهوية المسلمة، بل وتضيع به اتباع للنصوص الصريحة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر هذا ليحذر المسلم من هذه النوعية، من هذا التنوع، بل ويقبل التنوع الذي فيه أو هو تحت دائرة أهل السنة والجماعة. أسأل الله عز وجل تمام التوفيق ودوام التوفيق لنا وللمسلمين في خير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين.